السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على la différence entre on et on، أو الفرق بين on et on. on اللي هي on et on اللي هي ont. فسابقا قلنا أن الكلمات التي لها نفس النطق ولكن تختلف في الكتابة والمعنى تسمى les homophones. les homophones. homophone. فأولا سوف نتعرف على on، يعني القاعدة de on. on. فon on écrit on lorsqu'il s'agit d'un pronom indéfini ou pronom personnel. إذا كنكتب on، إلا عندنا un pronom indéfini، يعني pronom وضمير indéfini، ضمير غير معروف أو غير مسمى. ou pronom personnel. les pronoms personnels هما الضمائر الشخصية اللي هما je, tu, il, nous, vous, il. donc on هي un pronom indéfini، ضمير غير معروف أو pronom personnel. d'accord. qui peut remplacer par un autre pronom. اللي ممكن نعوضوه، يعني هاد on ممكن نعوضوها بواحد البرونو آخر أو واحد الضمير آخر. فممكن نعوضوها ب il ou bien elle. فهاد on اللي عندي في جملة كيمكن ليا نعوضها ب il ou bien elle والجملة كتبقى صحيحة. داكوغ. ف on كنستعملها غالبا إلا ما عرفتش شكون اللي قام بالفعل، يعني عندي شي فعل ما عرفتش شكون اللي قام به فكنستعمل on. وأيضا كنستعملوها إلا بغيت نتكلم على مجموعة من الأشخاص، يعني نو كنعوضها ب on. إلا بغيت نتكلم على شي شخص اللي هو غير معروف فكنستعمل on، وأيضا إذا بنتكلم على مجموعة الأشخاص فغنستعمل on عوض نو. فيا إما غنغومبلاسيها par il ou nous ou par un nom sujet. ممكن نعوضها بشي اسم، فمثلا فممكن نعوضها بأحمد، بعلي، بسارة. داكوغ. دونك هاد on ممكن نعوضها. فغادي نشوفو دي زيكزومبل أو أمثلة وغادي نشوفو ليكزارسيس وغتفهمو مزيان on. فدابا غتبان لكم شوية معقدة ولكن من بعد غتفهمو مزيان. ألوغ هنا on est toujours sujet d'un verbe qui doit s'écrire à la troisième personne du singulier. فon دائما لو فيرب كيكون موراها كيكون كونجوغي في troisième personne du singulier، كيكون بحال مكونجوغي مع il. داكوغ. غنشوفو اكزومبل وغتفهمو. اكزومبل en été on va à la piscine tous les jours. en été صيف on va à la piscine tous les jours. صيف نذهب إلى المسبح كل يوم، أو في الصيف يذهب، يعني هو أو إيل يذهب إلى المسبح كل يوم. أو ممكن نقول on était، يعني نعطيو شي اسم اللي هو مثلا أحمد. on était أحمد va à la piscine tous les jours. دونك هاد on ممكن نعوضها بإيل، ممكن نعوضها بإل، ممكن نعوضها بشي اسم وكتبقى صحيحة. دونك on était il va à la piscine tous les jours. D'accord. هنا قلنا on est toujours sujet d'un verbe qui doit s'écrire à la troisième personne du singulier. فكيف شفتو هنايا دائما لو فيرب اللي كيكون مورا on كيكون كونجوغي في لا troisième personne du singulier. on va. دونك فهاد va هي لو فيرب aller، فقلنا je vais، tu vas، il va. دونك on va. داكوغ. دونك نتمنى يكون واضح لكم بالنسبة لأون. فأون قلنا هي برونو انديفيني، يعني واحد الضمير اللي ما معروفش أو ضمير شخصي اللي ممكن نعوضو بإيل أو نعوضو بشي اسم. داكوغ. وهاد أون كنستعملها إلا بنتكلم على شي شخص فعل شي حاجة وأنا ما كنعرفوش، أو إلا بنتكلم على مجموعة من الأشخاص فكنستعمل أون. بالنسبة لأون الأخرى اللي هي أو إن تي، فأون نكري أون quand il s'agit du verbe ou de l'auxiliaire avoir. donc had on هي le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. فكيف كتعرفوا؟ كيف سابقا تعرفنا على le verbe avoir وقلنا انه التصريف نتاعو هو كالتالي j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. donc had ils ont هي had on. d'accord. donc had on هي le verbe ou bien l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel ou présent بطبيعة الحال في présent. donc في الحاضر، au présent de l'indicatif.
Et qu'on peut conjuguer à l'imparfait. Il y a le verbe avoir, il y a conjugué en troisième personne du pluriel, on peut conjuguer à l'imparfait. On peut obtenir avait. Et si la phrase reste correcte, فهاد on, il a عودها avec, qui خص la phrase تبقى correcte. D'accord? Il a بقات la phrase correcte, فهاد on حطيناها في المحل الصحيح ديالها. Alors, نعطيو exemple. Les élèves brillants ont des récompenses. Les élèves brillants ont des récompenses. يعني التلاميذ المتفوقين المجتهدين عندهم أو لديهم des récompenses اللي هما مكافآت. Alors هنا استعملنا ONT لماذا؟ لأن هنا عندي les enfants يعني هنا كيعودوا ليا il. Les enfants مالهم لديهم يعني هذا فعل أو بيان أوكسيليار avoir يعني لديهم des récompenses أو مكافآت. فهنا إلا عودنا هاد on avait خص لا فراس تبقى صحيحه. Les enfants brillants avaient des récompenses. Donc voilà la phrase بقات صحيحه. فدائما الا ما عرفتش عندي فراج وما عرفتش واش نستعمل اون اللي فيها او ان او بيان اون اللي فيها او ان تي فكنعوضها بافي. الا بقات لا فراز الا درت او ان تي وبقات لا فراز صحيحه بافي يعني راه كنستعمل او ان تي. فنتمنى يكون واضح لكم. فقلنا الا عندي اون فراز وعندي فيها اون فيا اما غنستعمل او ان يا اما غنستعمل او ان تي. فالا استعملت او ان كيخصني نعوضها بايل او بيان ال وتكون لا فراز صحيحه. دونك كيف قلنا اون ايتي اون فا ا لا بيسين شاك جور يعني عوضناها بايل بقات لا فراز صحيحه. اون ايتي ايل فا لا بيسين شاك جور او بيان اون ايتي ال فا ا لا بيسين شاك جور. دونك هنا كيخصني نعوضها بايل او بيان ال وتبقى صحيحه. سينو غنعوضها بشي نون او اسم يعني مثلا غنقول علي اون ايتي علي فا ا لا بيسين شاك جور وكيخص لا فراز تبقى كوريكت او صحيحه. داكوغ سينو الى عوض لا فراز بايلو كانت غلط فما خصنيش نستعمل هاد اون خصني نستعمل اون اللي هي او ان تي. فهنا عندي الى استعملت او ان تي كيخصني نعوضها سوا بافي فافي هو لو فيرب افوار فلان بارفي يعني il avait مع مصرف مع il يعني avait هذا لامبارفي و خص لا فراس تبقى كوريكت او صحيحه. سينو نعوضها باورون فهنا اورون هو لو فيرب افوار في الفيتور في المستقبل il auront وكيخص لا فراس تبقى صحيحه. دونك هنا اون كنعوضها سوا بافي سوا باورون و لا فراس خصها تبقى صحيحه. سينو الا ما كانش لا فراس صحيحه فغيخصني نستعمل اون اللي هي او ان. نتمنى يكون واضح لكم. بالنسبه هنا الاون فدائما كتكون قبل من لو فيرب كتكون قبل من لو فيرب وهذا لو فيرب اللي كيكون تبعها كيكون مصرف مع ثوازيام بيرسون دو سينغولي يعني كيكون مصرف دائما بحال صرفنا مع il مثلا اون سي اون مونج اون ريغارد يعني بحال صرفناه مع il. داكوغ وبالنسبه لاون فكيف قلنا هي لو فيرب وبيان لوكسيليير افوار. نتمنى يكون واضح لكم. الان نمروا نشوفوا دي زيكزامبل او امثله باش تفهموا مزيان. فالاكزامبل الاول اللي عندي هو اون هابيت اون غراند فيل اون هابيت اون غراند فيل. فهنا استعملت اون وقلنا دائما اون كيكون موراها فيرب اون كيكون تبعها ان فيرب وهذا الفيرب كيكون كونجوغي مع ثوازيام بيرسون دو سينغولي يعني قلنا بحال كنكونجوغوه مع ايل فهاد اون كتعوض ليا il. فقلنا دائما الا بغيت نعرف واش لا فراز كوريكت مع اون ولا لا فغنعوضها ب il وغنقول il habite une grande ville دونك لا فراز اي كوريكت او نعوضها بشي نون مثلا ساره ساره habite une grande ville دونك لا فراز اي كوريكت. وقلنا ايضا ان اون ممكن نستعملها الا بنعبر على مجموعه الاشخاص فاون habite une grande ville فممكن نقولو نعيش او نحن نعيش في مدينه كبيره او هو يعيش في مدينه كبيره الا قلت إيل فهي هو يعيش في مدينه كبيره او ساره تعيش في مدينه كبيره. دونك هنا هاد لا فراز كيخصني نستعمل معها اون. داكوغ لا فراز الثانيه إيل نو ني كرايون ني غون il non ni crayon ni gomme. فهنا استعملت او ان تي بطبيعه الحال لانه عندي il. دونك il سي نورمال غتكون تبعها
on اللي هي ONT اللي هي le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir. فهي ليس لديهم لا قلم ولا ممحات. Ils n'ont ni crayon ni gomme. Donc هنا استعملنا on لأنه عندي il. وباش نعرف لا فراز واش كوريكت ولا ماشي كوريكت فاون غنعوضها ب avait. Ils n'avaient ni crayon ni gomme ou la phrase بقات صحيحة. D'accord. نمرو الجملة الثالثة. On ne récolte que ce que l'on a semé. On ne récolte que ce que l'on a semé. فهنا استعملنا on لأنه بطبيعة الحال موراها un verbe. و هاد لو verbe conjugué في troisième personne du singulier. و أيضا إلى عودنا on بإيل أو بشي اسم فغتبقى لا فراز كوريكت. فنقول il ne récolte que ce qu'il a semé. Donc la phrase est correcte. Ou Sarah ne récolte que ce que, ou bien, et elle m'a dit ce que Sarah a semé. Ou Bachman, quand j'ai dit tikrar, elle m'a dit que ce qu'elle a semé. Donc la phrase est correcte. Faire un stemmel en. فنتمنى يكون واضح لكم. الان مره نشوفوا اكزرسيس او تمرين باش تفهموا مزيان لا ديفيرونس. دونك رامبلاس لي بوين بار اون او ان. فهاد لي بوين غاترامبلاسيوهم بار اون اللي هي او ان او بيان اون اللي هي او ان تي. تو دابور نقراو هاد لي فراز اي ابري وقفوا لا فيديو قوموا بانجاز الاكزرسيس ونرجع باش نصححوه. il ont gagné le match. On se réveille très tôt. Nos voisins ont trois filles. On doit écouter les personnes qui ont de l'expérience. On sait que les arbres ont une grande importance pour la vie. Fin 1, nous refaisons la vidéo comme il y a l'exercice. On ne rejoint pas chez nous. Fin 1, l'exercice. Ils ont gagné le match. فهنا فهنا واش غنستعمل اون اللي هي او ان او بيان اون اللي هي او ان تي. فاول ملاحظه اللي عندي فهنا عندي il. دونك il اللي هو برونون بيرسونيل غيتبعو لو فيرب. دونك غيتبعو بيان سور غيتبعو ان فيرب. وهنا غنستعمل لو فيرب avoir اللي هي ils ont gagné le match. دونك فهنا غنستعمل لو فيرب افوار. دونك ils ont gagné le match يعني هم فازوا بالمباراه. يعني هنا غنقول هم فازوا بالمباراه لانه عندي لو فيرب غاني دائما كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. داكشي باش استعملت هنا او ان تي اي اوسي لانه عندي il. فالان غادي باش نتاكد انه هاد اون هي اللي صحيحه فغنعوضها بافي. Il avait gagné le match. Donc la phrase est correcte. Enfin, là, il avait gagné le match. Donc la phrase est correcte. La phrase tania. On se réveille très tôt. فهنا ما عرفتش واش غنستعمل on اللي هي on ou bien on اللي هي ont. On se réveille très tôt. فهنا عندي verbe اللي هو متصرف مع troisième personne du singulier. قلنا دائما لا عندي verbe conjugué مع troisième personne du singulier قبل منه كتكون on اللي هي on. فon دائما كيتبع verbe conjugué مع troisième personne du singulier. On se réveille très tôt. يعني نستيقظ باكرا جدا او مبكرا جدا. يعني هنا عندي on استعملت on. فهاد on غنعوضها ب il باش نشوف واش لا فراز صحيحه. il se réveille très tôt. دونك لا فراز صحيحه يعني هو يستيقظ باكرا. ممكن نعوضها بشي اسم مثلا علي. علي se réveille très tôt يعني علي يستيقظ باكرا. فالجمله صحيحه. فهنا غنستعملو on اللي هي on. داكوغ. لا فراز الثالثه. نو فوازان جيراننا trois filles. يعني nos voisins qui عودوا ليا il. فهاد nos voisins qui عودوا ليا il تاع البلوريال. فهنا عندي nos voisins جيراننا يعني غيكون تابعها واحد الفيرب. جيراننا مالهم يعني خص يكون تابعها فيرب. جيراننا كيعوضها il. دونك غنستعمل on اللي هي ont. nos voisins بحال قلت nos voisins بحال قلت il. داكور. On trois filles. يعني جيراننا لديهم ثلاث فتيات. يعني هنا خص يكون verb ماشي pronom. داكور.
فهنا غنعود اون بافي باش نشوف لا فراز واش صحيحه. نو فوازان افي 3 في دونك لا فراز اي كوريكت. فهنا غنستعمل لو فيرب او بيان لوكسيليير avoir. On doit écouter les personnes qui ont de l'expérience. فهنا غنستعمل on. اين هي فيهم واش on اللي هي on او بيان on اللي هي ont. فقلنا دائما الى عندي اول جمله وكيتبعها فيرب كونجوغي في ثلاثيام بيرسون دو سينغولير فكنستعمل on اللي هي on. On doit écouter les personnes. Donc on doit écouter. يجب ان نستمع او ننصت. فهنا on ممكن نعودها ب il ونقول il doit écouter يعني هو يجب ان يستمع او ان ينصت. ممكن نعودها بشي اسم مثلا أميرة دوا إيكوتي يعني أميرة يجب أن تنصت أو تستمع. دونك أون دوا إيكوتي لي بيغسون كي يون دو ليكسبيريونس. فهنا عندي أون فاش غنستعمل أو إن أو بيان أو إن تي. فغادي نشوف واش نقبل منها. قبل منها لي بيغسون. دونك هاد لي بيغسون غيعوضو ليا إيل لأنهم هنا لي شتو بيغسون لي بيغسون فا بلوريال يعني جمع فغيعوضو ليا هاد إيل. داكوغ ألوغ لي بيغسون qui ont donc non il كتبعها دائما le verbe ou bien l'auxiliaire avoir donc les personnes malhom qui ont de l'expérience الناس اللي عندهم او لديهم التجربه l'expérience هي تجربه. alors نعودو on avait on شوف les personnes qui avaient de l'expérience فالجمله صحيحه. alors on doit écouter les personnes qui ont de l'expérience. إذن علينا أن ننصت للأشخاص الذين لديهم خبرة. donc qui ont de l'expérience لديهم خبرة. on sait que les arbres ont une grande importance pour la vie. alors هنا غنستعمل on واش on اللي هي on أو bien on اللي هي ont. فأولا عندي أول جملة فقلنا دائما أول جملة كنستعملو on اللي هي on. ثانيا عندي هنا لو فيرب savoir conjugué في ثلاثيام بيرسون دو سينغولير في بريزون عطانا سي يعني بحال قلنا il sait فاوتوماتيكمون غنستعمل on اللي هي on لان عوضات ليا il. داكوغ on sait دونك نعلم او il sait هو يعلم او بيان علي sait يعني علي يعلم que les arbres ان الاشجار الأشجار. دونك هنا الأشجار عندي لي زاربغ بلوريال فكيعوضو ليا إيل. إيل هي برونون بيرسونيل بلوريال. ألوغ لي زاربغ كيبلنا عوضو ليا إيل هو برونون بيرسونيل فا إيل دائما كتكون تبعها لو فيرب أو بيان أوكسيليار فهنا غيتبعها أون فقلنا دائما إيل كنستعملو معاها أون. ألوغ لي زاربغ أون أون غروند أمبوغتونس يعني عندهم أو لديهم يعني أهمية كبيرة بالنسبة للحياة. وصلنا لنهاية الحصة نتمنى يكون واضح لكم بالنسبة لأون إي أون. كيف العادة اللي عنده أي سؤال يخليه ليا في الكومنتير. فنتمنى أيضا تشاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة ونتلقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.